نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتمنياتهم له بمفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية ولشعبها الشقيق كل الرقي والتقدم. ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لمعالي وزير الخارجية في مكتبه بمقر مشيخة الأزهر، حيث أعرب فضيلته عن خالص تقديره لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإسهامات جلالته المتواصلة والرائدة في نشر التعايش والتسامح بين مختلف الشعوب والثقافات وإرساء السلام في العالم، منوها بما تتسم به مملكة البحرين كنموذج فريد في التعايش والانفتاح واحترام الآخر. قد أشاد معالي وزير الخارجية بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لتعزيز دور الأزهر الشريف على كافة المستويات التعليمية والدعوية كقلعة للدين الحنيف والفكر المستنير، معبرا معاليه عن تقدير مملكة البحرين لإسهامات الأزهر الشريف في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ونشر ثقافة الوسطية وقيم الإسلام السمحة ومكافحة الفكر المتطرف ومواجهة التحديات التي تواجه الدول الإسلامية، منوها بمواقف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الداعمة لمملكة البحرين متمنيا لفضيلته دوام التوفيق والسداد.